طبعا احنا بدورنا بمركز دبي للسكري ننصح جميع المصابين بالسكر ومتابعين عنا انه يحرصوا على متابعة الفريق العمل قبل وخلال رمضان حتى بعد رمضان كمان بننصحهم حتى يتم مناقشة جميع الأدوية والخطة العلاجية من ناحية الدواء وتنظيم الدواء والطعام قبل رمضان المبارك. بالنسبة لمرض السكر وصيام شهر رمضان، بنعرف إنه مرض السكر مقسم إلى فئات معينة، وحسب هاي الفئات بننصح بالصيام أو عدم الصيام لمنع حدوث مضاعفات من الصيام خلال نهار رمضان. الفئات اللي إحنا ما بننصحها بالصيام، هاي الفئة بتتضمن الأشخاص اللي بيصير عندهم هبوطات متكررة خصوصاً في الثلاث أشهر الأخيرة قبل شهر رمضان، أو الأشخاص الذين يصابون بالهبوط وما بيحسوا بالأعراض المنذرة للهبوط قبل حدوثه. كذلك الأشخاص اللي أصيبوا بمضاعفات مرض السكر خصوصا تكون الأحماض الكيتونية أو دخلوا بغيبوبة بسبب هاي المضاعفات ما بننصحهم بالصيام. الأشخاص اللي بينتموا للفئات الثانية ضروري جدا قبل رمضان إنهم يزوروا الطبيب المختص عشان يقوموا بتغطية جميع المتطلبات اللي لازم يعملوها عشان يضمنوا صيام صحيح وآمن. مقبلين على شهر رمضان، ويفضل التقليل من شرب المنبهات كالشاي والقهوة واستبدالها بالماء والسوائل. شهر رمضان فرصة ذهبية لنزول الوزن، فاستغلها بممارسة الرياضة قبل فترة رمضان والمواظبة عليها خلال شهر رمضان. عزيزتي الحامل، لو كان عندك نية لصيام شهر رمضان المبارك وكنت غير متأكدة من لياقتك الطبية لأداء هذه الفريضة، فأنا أنصحك بالتوجه الفوري لطبيبتك أو طبيبك لبيان مدى مقدرتك على القيام بهذه الفريضة.